فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين كون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وبين ما ورد أنه ينصب وجهه أمام المصلي وهو على عرشه، ينصب وجهه وهو على عرشه سبحانه وتعالى؟ والله لا يقاس بخلقه، الله لا يقاس بخلقه، ينصب وجهه كيف يشاء سبحانه، هو القادر على كل شيء. نعم، هذا السؤال عن الكيفية، نحن ما نعلم الكيفية. نعم.